السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد رياضيات للصف الأول الابتدائي، يلا بينا نقوم بمناقشة التقويم. اليوم الخميس 22 من إبريل. طيب اليوم الخميس، أمس يا حلوين الأربعاء، غدا الجمعة. شوف عدد الأيام اللي احنا جينا فيها المدرسة في إطار الخمس سنين. احنا جينا يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. الأربعاء يبقى جينا أربع أيام، والنهاردة الخميس يبقى النهاردة الخامس، يبقى هنحط نقطة في اليوم الخامس. بعد ما عدينا الأيام اللي جينا فيها المدرسة من بداية الترم لقيناهم 22 يوما. يلا هنحط خط تحت ال 22. يلا بينا نضع عدد الأيام اللي جينا فيها المدرسة في حاوية الأعداد. طيب حاوية الأعداد فيها أحاد وعشرات ومئات، هنحط 22 يعني 2 في بيت الأحاد بعصيتين، وعشرون يعني 2 في بيت العشرات بحزمتين، وكل حزمة بعشرة. الساعة الآن التاسعة. درسنا النهاردة، إن شاء الله العد الترتيبي. يلا نشوف يعني ايه العد الترتيبي. دلوقتي لو احنا هنذاكر مواد دراسية، هنقول اول حاجة هنذاكر واحد دين، اتنين رياضة، تلاتة عربي، اربعة انجليزي. انا عملت ايه يا اولاد؟ انا رتبت المواد الدراسية اللي هنذاكرها، ولكن هقولها بالاعداد الترتيبية. هقول الاول دين، الثاني رياضة، الثالث عربي، الرابع انجليزي. يبقى انا رتبت المواد الدراسية بالاعداد الترتيبية، اللي هي الاول والثاني والثالث والرابع، وفي اعداد ترتيبية اخرى هناخدها. يلا احنا عندنا سباق ما بين علي واحمد وخالد وياسر، عايزين نرتب هذا السباق بالاعداد الترتيبية. هقول الاول علي، الثاني احمد، الثالث خالد، الرابع ياسر. يلا يا اولاد نشوف ايه هي الاعداد الترتيبية. الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. ضع العدد الترتيبي للفائزين في السباق. عندي ثلاثة من الفائزين، رقم واحد واثنين وثلاثة. رقم واحد هيكون هو الفائز الأول، رقم اثنين هو الفائز الثاني، رقم ثلاثة هو الفائز الثالث. اكتب ترتيب ما تحته خط. عندي عدد من المنازل وحاطط خط تحت المنزل واحد اثنين، الثاني، يبقى هكتب الثاني. طيب عدد من المكعبات، يلا نعد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هكتب السابع. وعدد من السيارات، يلا نعدها، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يبقى هنكتب الخامس. رتب حيوانات المزرعة من الأول إلى الآخر. يلا نشوف هنرتبها إزاي. الكلب الأول، الحصان الثاني، الخروف الثالث، الديك الرابع. اكتب بالترتيب، اللون الأخضر الثاني ونقط ونقط، اللون الأصفر الأول ونقط ونقط، اللون الأحمر نقط ونقط ونقط. يلا نشوف الإجابة. اللون الأخضر الثاني والخامس والثامن، اللون الأصفر الأول والرابع والتاسع، اللون الأحمر الثالث والسادس والسابع. ارسم 10 سيارات تتسابق واكتب أعدادا ترتيبية من الأول إلى العاشر فوق كل سيارة. شفتوا يا حلوين، علينا في السؤال ده هنرسم 10 سيارات، وكل سيارة هكتب عددها الترتيبي. رسمنا 10 سيارات،
هنكتب فوق كل سيارة الترتيب بتاعها، السيارة الأولى، الأول، السيارة الثانية، الثاني، السيارة الثالثة، الثالث، السيارة الرابعة، الرابع، السيارة الخامسة، الخامس، السيارة السادسة، السادس، السيارة السابعة، السابع، السيارة الثامنة، الثامن، السيارة التاسعة، التاسع، السيارة العاشرة، العاشر. يلا بينا نشوف مع بعض سؤال المتفوقين. فيما يلي مجموعة من الأعداد غير مرتبة 5 و2 و7 و6 و0 و9 و3، إذا رتبنا هذه الأعداد ترتيبا تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر، فإن العدد الأول سيكون نقط والعدد 7 سيكون ترتيب نقط. وإذا رتبنا هذه الأعداد ترتيبا تنازليا من الأكبر للأصغر، فإن العدد الأول سيكون نقط والعدد 7 سيكون ترتيب نقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.